كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. تم اليوم إصدار سيطرة على المتقصف في الأحداث في نسخته الثانية من داخل مؤسسة جنائية الدولة الجوج. الملتقى الأحداث الذي استمر ما بين جوج يوليوز إلى 14 تربير الذي تخلته مجموعة من الفقرات الفنية الترفيهية والثقافية أيضا لفائدة مسلسل الأحداث الذين قدموا مجموعة من مؤسسة جنائية امتداد التراب الوطني. هذه السنة شارك أزيد من 400 نزيل من داخل مؤسسة جنائية الدولة الجوج في هذه الدورة، هذه الدورة الثانية من داخل مؤسسة جنائية الدولة الجوج، قادمون من مختلف مؤسسات جنائية من الدار البيضاء، من زطات، من طنجة، من تطوان، من مراكش، من بوزاكر. إذن جميع الجهات حضروا هنا إلى قلب المؤسسة الجنائية تبل الجوج وشاركونا هذه الأنشطة وشاركونا هذا الملتقى على جميع المستويات. ونتمنى نلتقي في النسخة التالية بطبيعة الحال. مما يميز هذا الملتقى في نسخته الثانية أنه يضم سجناء وبين قوسين نزلاء من جميع المدن المغربية، كنقولوا من طنجة حتى للداخلة، على خمس مراحل. في كل مرحلة كيكون 70 نزيل من مختلف المدن المغربية. الذي ميز المرحلة الخامسة أنها كانت مرحلة فيها غير كل شيء النزلاء من المؤسسات السجنية في الجنوب، يعني كنقولوا من الداخلة حتى لأكادير. والذي يميز هذا النسخة بالضبط أنه كان فيها واحد دراري كانوا ناشطين مزيان، بمعنى الرسالة اللي بغيت نبلغ للمجتمع المدني أنه يهتم بالنزيل، واللي قدر أنه يعطي شي بصمة على نزلاء ديال المؤسسة السجنية يعطيهم، لأن هذا الشيء كيأثر فيهم وكيخليهم أنهم كيتغير الأفضل. الصراحة أستاذ استفدنا من جميع الفنون التربوية، جعدنا تيجي عندنا من الجمعة لجمعة فقي ديال تيصلي بينا، تعطينا جميع المستفادات، تلعبوا كره، تلعبوا شحال من حاجه، وان شاء الله نشوفهم مره اخرى ان شاء الله، ف ان شاء الله على برا ان شاء الله، ماشي في السيزن ان شاء الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.